هي تخاف خالد اللي طلقها ولا يتزوجها ليها. انتي شو كنت تقولي الراجل؟ والو بدا غير قرعه تعريحه المرتاح. اولاد الحلال مسلسل من 25 حلقه، تصور اكثر من 90% منه في وهران. مش قد دخل روحك وانت كي خرج خويا من العرش تفاهم معك. اني خايف اني نرتعد بالخوف. احنا ما نخلوش مسكين ما نجريسوش نسا وما نخدموش في لادروب. القصه والسيناريو تكتب معناتها الاحداث في مدينه وهران. جاو عندنا هنايا بروحهم ما خلعوا، حكي لنا الاسرار تاعنا هما حكاو لنا وفوتنا الفيلم في حي دربي شعبي. يعني صرنا عائله واحده تقنيين وممثلين ومتساكني حي الدرب او اهالي وهران. خليهم يهضروا يحكوا، هذو يفهموا فيلم مع كيف فهموا. خاص ناقصين شويه ثقافه، ناقصين شويه تربيه. هذا الوقت اللي حقنا فيه المراه تبيع والراجل اللي يبيع شي حاجه تاع حرام. سال البراد يا السيناريو بين الواد بين الواد وجيبي معنا حشتين.